تخيلوا معي التران كي داير ترى عامر ديال البوس. السلام عليكم يوتيوب، مرحبا بكم في فلوغ جديد. الوغ عندي 1000 روبي 1200 روبي تقريبا، اللي هي قل 200 درهم، وخصني نمشي لفارناسي. فارناسي اللي بعيد على مدينة الفا دابا، انا هي مدينة اكرا ب 600 كيلومتر. تخيلوا معايا كما قلت لكم غنبارطاج معكم الرحله ديالكم. قبل ما نبارطاجي معكم بغيتكم ديروا واحد الحاجه، باش تعطيوني جيم في هذا الفيديو، الماكسيموم ديال لي جيم والتعليقات ديالكم على هذه الرحله الحمقه اللي غنديروا. المهم هذه الرحله علاش حمقه؟ حيت ما لقيتش، بغيت ريزيرفي التيكي ديال التران، ما كاينش البلايص. سيرتو ان كاين واحد الاحتفال في فارناسي، ماشي في فارناسي، جميع مناطق الهند كاين واحد الاحتفال اللي كبير سميتو ديفالي، عيد الاضواء. وصراحه التيكي ديال التران سالاو، وحتى الكار ما كاينش لي زوبسيون، فهمتي؟ كيحسبوك 600 درهم. تخيلوا معايا رحله في وسط الهند 600 درهم، علاش؟ حيت كاين الموسم ديال ديفالي، عيد ديفالي، بحال العيد الكبير ديالنا كيطلعوا التيكي، حتى هما كيطلعوا التيكي الاثمنه. المهم انا كيف محطه وحدي الناس ناعسين، حدي الناس ورايا ناعسين في الارض كيف ما كتشوفوا معايا. الو باقي لي 5 السوايع قبل ما يجي تران، قررت باش ندير الفلوق هنا ونبارطاجي معاكم الماكسيموم ديال المعلومات على الهند. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. Cause I know you're on the run. شو الدراري تمارة؟ ما عمركم نشوف تران وتمارة. جوج السوايع كنتسنى باقي لي 3 السوايع اخرى وعاد نركبو في التران ان شاء الله. المهم هذا النهار من اليوم الغداء اعشى براسي في حاله جهاد مع راسي، يعني نجي هاد راسي ونمشي نضرب شماره. واخا كيف ما قلت لكم قبيله بغيت ريزيرفي التيكي، مي ما كاينش برومي كلاس دوزيام كلاس كلشي مريزيرفي، على الله التران كيجي. المهم نحاولوا ان شاء الله نمشيو، واخا نلقاو شي نص بلاصه باش نتخشاو، ماشي مشكل باش نوصلوا فارناسي ان شاء الله. تخيلوا معايا واخا تنحس براسي غنضرب شماره، ولكن تخيلوا معايا هاد الغروب كي داير مع التران جاي دابا. المهم كنت مريح وجه عند هاد الهندي، هاو كدوي بالهندية. هاو خو تشيز برجر سي موروكو. احنا نزومو عليها نشوفو ردة الفعل ديالها. لاني ويقعد لهم مايك. المهم دابا الساعة 7 قرينا ساعة أخرى عاد نتحركوا في التران إن شاء الله. مابقاش بزاف، ولكن كيحدفوا أن الناموس دابا جا كثر، سيرتو مع الضو ضارب فيا، فهمتي؟ الناموس كثر، حاولوا نبدل البلاصة، مشيت بلاصة مظلمة تما ما يكونش الناموس إن شاء الله. واش الدراري لاباس لكم مزيان؟ تخيلوا معايا الدراري باقي كنتسنى في التران، مابقاش بزاف. اي برو واعشيه موغلي الملوكيه. انتم الدراري هاو تي يو ار فيموس ناو. انت كدراري في الارض ود عشيري ويلا سخر لي مسكين جاب لي هادشي. يو وانت المهم فين خصك تاكل وتوكل. الو الدراري، حنا مجبدين في الارض ناكل كاوكاو، نشوفكم نطلع الثاني ان شاء الله. مابقاش بزاف الدراري. المهم دابا الدراري 7:35 تخيلوا معايا، وغندورو لهي وغنزوم لكم شويه مزيان. راهي الشوا مزيان 7:33 يعني تسطيح في الهند. تخيلوا معايا نفس المحطه، ها هي دابا 34 تما، وهنا
36 37. يعني نفس المحطه في الهند وتوقعش مختلف. تخيلوا معايا تطيف الهند كي دايره. المهم كيفك تشوفوا راه الترين جاي الضو ديالو عاطي 8 دابا. تخيلوا معايا شحال من ساعه وانا هنا ما حسيتش انا بالضبط. من الصباح تقريبا من 2 و 6 قولوا 6 سوايع وانا كنتسنى دابا الترين جا. المحطه خاويه كيفك تشوفوا معايا. الترين ما عرفش كي داير. غنشوف دابا نضرب عليه ونشوف بلايص اللي خاوي ديك الساعه غادي نطلع. تخيلوا معايا ضرب 15 ساعه بحال هكا والله. المهم كاع العيون مريحين انا خصني نريح خصني ندبر على البلاصه وما عرفتش كيفاش ندير ليها. عندي الشكاره باقا ما حطيتهاش. المهم الشكاره الصغيره حطيتها الفوق انا والشكاره الكبيره استكادو باقا ما عرفتش انا نحطها. غنلقى لها حل ان شاء الله. المهم رحله سعيده. تخيلوا معايا 15 ساعه ديال العذاب بحال بحال اخنا الروينة انا الروينة. شوف شوف الو مو مدري تجري بهذا القطار في الدرجة الثانية في الهند ما كنتش منزل فيها شي عطال. المهم هذا الروينة انا ضربت الراس سوري. ما دوزناش 10 دقائق العذاب حل مع 15 ساعة هو بزاف 15 ساعة ديال العذاب. المهم تخيلوا معايا الناس طالعين هابطين الروينة في دوزيام كلاس الروينة في الهند. تخيلوا معايا بقوة الزحام قلت لهذا الدري اللي حدايا عطاك 200 روبي وخليني نطلع الفوق ساعة ما بغاش يشد معدي وطلعني فابور. ها هو كيوبي ماي فيديو حشمة. المهم دار معايا المزيان طلعني هنا انا فهمتي طالعين على بنادم كيف تشوفوا معايا. الكونترول نعم سي كونترول تاع عباد الله وخدام. تخيل معايا الكونترول تاعو فرح ملي شاف راسو وكيتصور في الكاميرا بسطير لي هز الكاميرا تعيش مالك. المهم كونترول كيزمم ليا حصلني ماشي حصلني حيت ما مريزيرفيش عندي التيكي ولكن ماشي ديال البلاصه ديال السليبر هذيك. انا خلاص 370 روبي تقريبا واحد ها يوريج 26 كسوني على اللاج ديالي. صباح الخير ماي فوس نيد. صباح الخير الدراري يلاه فقنا دابا تقريبا شي 8:30 باقينا 5 سوايع الترام ديال الروطار. دار الروطار في ساعة يعني باقينا 5 سوايع أخرى في الترام. تخيلوا معايا 5 سوايع ديال الترام. دابا غنمشي نغسل سناني هنا في هاد البلاصة. شوفوا معايا انا كنروبيني غنجبد السينيال اللعيبة ديالو غنغسل سناني ان شاء الله. دور بيها ها دور بيها شحال رايحين كان دور بيها قومنا نكليها ناي هندي ناي اي دونت اندرستاند هندي ناي انجلش كان يو فيلم ميك نو فيلم ميك المهم هذه هي الهند الخضوره والطبيعه والناس ديال الهند هما هادو
ديما واقفين حدا الباب. بالنسبه للتران واخا يبان لكم عامر وكشي راه ما خانش بزاف ديال الناس مع البارح لحش هاد ستاتي صغير في انستغرام. بالمناسبه اللي ما تبعنيش في انستغرام يمشي تبعني دابا. التران راه ما خانش. الحاجه اللي تبدلت العيمه بين البارح واليوم هي الجو. كيف ما شفتوا البارح كنا نصكم اليوم معكم الو باقينا 5 سوايع ان شاء الله في التران. باقي بزاف ما يتبارطاجا منها فيرس السناري. دابا ندخل معاكم باش نوريكم البوالات. كنطون شحال بحال هكا كتدخل مع ماسيك كتبوم وكدير واتيفر. المهم كتدخل طوال بحال هكا كدير اللي بغيتي وكتورك على هاد اللعيبه البطونه هادي ها هي. من بعد كيخرج الماء وانت في طواليط الماء عندك ليه وعندك الماء هنا يعني كلشي متوفر لك اذا بغيتي تسافر دوزي هام كلاس في الهند. المهم دراري دابا شوف الفطور خدينا ساموسا عاوتاني راهي كتشوفوها معايا على هذا المنظر الجميل جدا تشوفوا معايا. هذا هو المكان ديال الفطور ديالي اليوم ان شاء الله. غنضربوا ساموس دابا واحد الصوص خضره ما كتبانش لكم ما هي كاين واحد الصوص خضره اللي حاره شويه وغادي ناكلوا ان شاء الله الماكله في القطار الهندي. واخا البارح دازت عين المعاد وكشي كنت خير معايا الخضوره هذه ضربت تمارة شوية ضربت شي طيارة من هذا البلاصة ضربت شي طيارة من اقرا البراسي ما يختارش هاد الاوبسيون الرخيصة اللي هي تران والحمد لله ما ندمتش. البارح نعس مع راسي واليوم فاطر مزيان مع راسي الحمد لله. علاش كان زحام بزاف اليوم اخوات الدنيا وين كتشوفوا معايا البلاصه هنا الدنيا خاويه. البارح الناس كانوا ناعسين اصلا. المهم هادي تجربه ديال التران كيف ما شفتو قلت لي يعني نزلوا متصوروا. واخيرا وصلنا لمدينه الموت ولكن ما وصلناش المحطه. الناس كيف ما كتشوفوا معايا ورايا هابطين باش يتمشاو المحطه على رجليهم بحال والو التران يزيد دابا ما عرفت. المهم ورايا الناس كيتمشاو على رجليهم باش يمشيو المحطه. انا دابا حدا المحطه قريب لها. هلو المهم ما عرفتش واش نزيد ولا لا كيبغي ننزل على رجلي نزلت على رجلي نزلت التران غادي نكملوا معاه. المهم هادي هي الفلوق ديال اليوم في تجربه القطار الهندي. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا ونتمنى انكم ما كنتوش بخلتوا عليا بحال الجيم. المهم درنا تقريبا واحد 17 ساعه في هاد التران. كنا معولين نديرو 14 ساعة الساعة صداق معطل درنا 17 ساعة تعطل حيت تعطل بحال 3 السوايع ومازال دابا معطل اللهم مشيو على رجلينا. المهم ان شاء الله هو الدراري نشوفكم في فلوق اخر كيما كتشوفو معايا الدراري تران اخر بغيت نبارطاجي معاكم واش درت وانا لصقت في هاد التران وصقت السيد حل لي الباب هو ورايا هما السيد ورايا واللي حل لي الباب ثانك يو هاد السيد واللي حل لي الباب من هنا كنا لاصقين فيه حلي الباب
كنا لاصقين فيه من برا وحل لي الباب. خليكم الفيديو باش لصقت. علاش لصقت في التران؟ حيت التران الاخر ديالنا باقي معطل باش يدخل المحطه، التران يدخل قبل منه يعني بلا ما نستنى في الاخر. لصقنا في هذا من برا، صورت بالتليفون كاليتي ناقصه واحد اللقطه صغيره حتى الثواني المهم تفرجوا فيها. هلو هلو وما حنا واصلين في التران ديني